السيدة النائبة، كنا شفناك في الاحتجاجات مع الفلاحين امام مقر عمالة الناظور، كنت وقفتي مع الفلاحين تماك ودليتي بواحد التصريح اعلامي قلتي فيه يعني المعطيات اللي كاينه انيه اثناء يعني اثناء الاحتجاجات. تقالت بزاف ديال الكلام، الما غادي تعطى، الدوره ديال السقي غادي تعطى، الدوره ديال السقي ما غاديش تعطى، ما يمكنش تعطى الى اخره. يعني بغينا نعرفوا اخر المستجدات باعتبارك اللي كنت جلستي مع مجموعه من المسؤولين داخل عماله النظر وداخل والجهه الشرقيه وحتى على المستوى المركزي. اولا كنشكركم كذا يو سي تي، كنشكركم لان انتم الموقع الوحيد اللي دائما من بين المواقع الاخرى اللي كيتبع المشاكل ديال الفلاحه ولا كيتنقل معهم ولا كيهتم بالمشاكل ديال الاقليم باكمله، لا ديال زيو ولا خارج زيو. حقا البارح للاسف الشديد ككل سنه كنعيشوا المشكل ديال الفلاح، كنعيشوا المشكل ديال الازمه ديال الماء. البارح تفاجات بالاتصال ديال بعض الفلاحه اللي كانت واحد المسيره واحد اللقاءات مع المسؤولين، مع السيد القائد المحترم ديال ولاد ستوت، رئيس الدائره، مع الكاتب الاقليمي، لان للاسف الشديد العامل كان خارج الاقليم واستقبلوا الكاتب العام ديال اقليم الناظور. المشكل اللي كاين انه عنده مشكل، حنا كنعرفوا بطبيعه الحال، كنا على وطنيه كنعرفوا انه كاين واحد الازمه حاده ديال الجفاف، وهذا خارج الاراده ديالنا لان الاراده ديال الله سبحانه وتعالى ولا مفر بالاراده ديال الله. الفلاح كيبكي لان من حقه يبكي، لان الماء هو الحياه بالنسبه ليه، وخاصه انه الفلاح اليوم المورد الوحيد للمعيشه ديالو هي هذيك الفلاحه. اليوم كيشوف الشجره ديالو كيموت كتموت، كيشوف الماشيه ديالو كتموت، كيشوف حتى ولادو كيموتوا، لان ما بقاش دابا غير الماشيه او الارض اللي كتعاني، وانما حتى الفلاحه، حتى مواطنين كساكنه ديال ولاد ستوت للاسف الشديد حتى الماء الشرب ما عندهمش. بالاتصال كان عندي مع المسؤولين بالنسبه للماء، لا بالنسبه للعماله ولا بالنسبه للاقليميين ولا جهويين، ولا اتصال حتى مع الوزاره. للاسف الشديد ما كانتش واحد النتيجه اللي كنا كنتمناو انها نعطوها للفلاح، واللي هذا المشكل هذا راه سبق وكنطرق لي فيه السيد الوالي المحترم في اللقاء ديالي معاه مع في رمضان. المعطيات اللي كانت عند الفلاح، الفلاح كيعطي معطيات بطبيعه الحال كنسمع لها وكنتقبلها وكنثق بها، وملي كنسمع من السلطات المعطيات بطبيعه الحال كنثق فيها. اليوم للاسف الشديد ما غاديش نقول انه المسؤولين ما كيديروش المجهود ديالهم، المسؤولين كيديروا المجهود ديالهم، ولكن لا حول ولا قوه لهم، والفلاحه كيبكيو ومن حقهم يبكيو حتى هما، لا حول ولا قوه لهم. المعطيات اللي تعطاتني اللي كانت اخر اجتماع مع السيد الوالي وديال المسؤولين ديال الجهه، وخاصه حوض الماء اللي كان عطى واحد لابريزونطاسيون ديال الهيدروليك المائي، اللي المعطيات اللي تعطات انه كاين صعوبه باش يعطيو الماء للفلاح، ولكن هذا الشيء انا ماشي كنقول لهم كاين صعوبه انه ما كاينش الامل. انا ما يمكنليش نقول فلاح ما كاينش الامل، وما يمكنليش نقول له كاين الامل، لان كاين واحد الواقع اللي خصنا نواجهوه، الواقع الحقيقي ديال الازمه ديال الماء. ولكن الفلاح حتى هو مواطن وفلاح في نفس الوقت، كيقول لك انا كفلاح ملي تعطات عطاوني انهم رخصوا لي ندير واحد المنتوج، اليوم انا كنحملهم المسؤوليه، وهذه انا لقيت فيها واحد الواقع المر اللي من حق الفلاح. لان قبل كنا كنشوفوا كاين الارشاد الفلاحي، كاين كان الفلاح دائما كتكون عنده معلومات على المنتوج اللي غادي ينتجو. اليوم الفلاح كيجي يدير واحد الشجره، ولكن هذيك الشجره ملي كيغرسها للاسف الشديد ما كيجيش وكيغرسها من الرئيس ديالو، لان كتكون واحد اللجنه اللي هي مختصه اللي كتكمل من كتتكون من مسؤولين خاصه مهتمين بالتشجير وبالفلاحه. يعني كان الفلاح كخصنا نوقفوه مثلا هذا العام بغى يدير العنب، كيخص المسؤولين يقولوا له هذا العام ما ديرش المنتوج ديال العنب لان كيخص الماء، وحنا اليوم كنعانيو الازمه ديال الفرشه المائيه، حنا مستقبل عندنا واحد الازمه ديال الجفاف ما يمكنناش نسمحوا لك تغامر. اذا هذا الفلاح من بعد الا مشى هو ودار المنتوج ديالو كيتحمل المسؤوليه، ولكن مادام ما كاينش
الارشاد الفلاحي، ما كاينش التكوين، ما كاينش المتابعه، ما كنحملوا المسؤوليه. اليوم كنحملوا المسؤوليه المسؤولين اللي ما عطاوش النصيحه لهذاك الفلاح اللي اليوم راه كيعاني. اليوم الفلاح للاسف الشديد واللي حنا كنتخوفوا منه حاليا انه الفلاح كيعيش واحد الانهيار، لان الفلاح حنا قليل فاش كنشوفوا الرجال كيبكيو، وحنا معروفين على الرجال ديال ولاد ستوت، معروفين على الرجوله وعلى السبوعه. اليوم انا شفت الفلاح ديال ولاد ستوت كيبكي، وراه ما كيبكي الا وصلت له العظم، كيبكي والا وكيشوف قدامه كيف كيقولوا، كيقول لك حنا قدامنا جوج الحوايج، يا الحياه يا الموت، يا الحياه يا السجن. لان الفلاح عنده ديون، الفلاح عنده شيكان، الفلاح الحياه اللي كيشوفها قدامه اليوم كيشوفها يحتضر كل دقيقه. كيقول لك انا غدا اكيد غادي نمشي للحبس لان عندي الديون وعندي الشيكان، انا نفضل اليوم نمشي للحبس. كيشوف بان كاين واحد النهار اللي غادي يموت فيه، اليوم كيقول لك انا بغيت نموت راجل على حقي، لان حقه انه ينقذ عائلته، وحقه انه ينقذ الشجره ديالو، ومن حقه انه ينقذ الارض ديالو. في نفس الوقت السلطات قدامة جوج الحلول امرين، لان كاين مواطن اللي في امس الحاجه للماء، وكاين فلاح، وكاين الارض، وكاين الشجره اللي في امس الحاجه للماء. اذا شنو المعمول اللي كنتمنى انه اليوم المسؤولين وحنا باقي عندنا امل، كان الاجتماع الاول ولكن اكيد غادي يكون اجتماع اخر اللي كنتمناوه، غتكون واحد النتيجه اللي يمكن ما نغامروش بها، لان دابا حتى المسؤول كيقول لك انا ما نغامرش، لان المعطيات اللي تعطاتني انا احد المسؤولين، لان اتصلت بالوزاره واتصلت بسيد كاتي العام واتصلت بالمسؤولين للمدير العام ديال الحوض الماء، اللي كيقول لك للاسف الشديد حنا الكميه اللي عندنا دابا 12 مليون اللي غادي تكفي الشرب لحد شهر 10، وكاين الريزيرف ديال واتزا اللي كيقول لك غادي يكفينا حتى ديسمبر حتى شهر 12. اذا انا ملي كتشوف هذا الجواب انت اصلا كتخلع، ولكن للاسف الشديد انه المعطيات ملي كيعطوها الفلاحه كيعطيو معطيات اخرى. اللي كنتمنى انا واللي من الفلاح من حقه، الفلاح اليوم في حاله انهيار، وخصنا حنا كمنتخبون اللي داروا فينا الثقه، وخص المسؤولين اليوم انهم يجلسوا مع هذا الفلاح يناقشوا معاه، لان الفلاح دابا الا هو من نهار وما لقاش اللي غادي يسمع له غادي يكون غضب اكثر واكثر، واللي كنتخوفوا تكون واحد النتيجه اللي ما كنتمنهاوش تكون عندنا لا في زيو ولا اقليميا ولا جهويا. الا سمحتي لي السيده النائبه، كان كلام يعني واضح كلامك، اللي كيتبين من خلال الكلام ديالكم، من خلال يعني التتبع ديالنا باعتبارنا كنهتموا بالشان المحلي والاقليمي والجهوي، اللي كنلمسوه هو انه مثلا فاش كنتكلموا مع الفلاح، راه قلتيها احسن عوانه، فاش المعطيات اللي كيعطيها، يعني للاسف هنا كاين واحد المشكل كبير، المعطيات اللي كيعطيها هي في الغالب معطيات خاصه بالفلاح، وكيتم ترويجها ما بين الفلاح. المعطيات اللي كتعطى في الجهه في المقابل رسميا مخالفه تماما المعطيات اللي كيعطيها الاخر. اذا هنا كنلمسوا بان كاين واحد نوع ديال عدم الثقه ما بين المسؤولين على القطاع، وما بين المسؤولين اللي معنيين بالملف، وما بين الفلاح. هذاك عدم الثقه، اعتقد شخصيا ان المنتخب هو اللي خصو يكون واحد الرابط ما بيناتهم، هو اللي غادي يقدر يدخل، هو اللي غادي يقدر يقرب المواطن، باعتبار انتم كتمثلوا الساكنه بالدرجه الاولى، كتمثلوا المواطن، غتكونوا صوت المواطن يعني طبعا. مين غتمثلي صوت المواطن؟ غادي تقولي غادي تنقلي له الخبر اليقين. الخبر اليقين هو انك احنا طبعا كنثقوا في المؤسسات ديالنا. المعطيات اللي كتعطيها المؤسسات، وما نظنش انا شخصيا ان المؤسسات المسؤوله في بلادنا غادي تعطينا واحد المعطيات باش غادي علاش ما غاديش تعطي الماء لسهل صبره ولا الكارت ولا البوعرق ولا التريفه؟ علاش؟ ما يمكنش، راه ماذا بها يعني تنقذ الموسم الفلاحي، لان في الاخير زيد في الاقتصاد الوطني، ولكن راه كاين ازمه بالمقابل ديال المياه، الاستهلاك الاستعمال المنزلي، يعني ديال الشرب وديال الغسيل وديال المواعن وديال التدواش وديال هاد الحوايج، يعني خصنا نامنوا بان راه كاين كل شيء، كاين حق ديال الفلاح وكاين حق ديال المواطن.
المشكل اللي كيبان وراه كي قلتيها السيده النائبه هو انه ما كانش واحد الـ واحد الـ واحد الحضور ديال السلطات في مواكبه الفلاح اثناء يعني اثناء يعني القيامه بالزراعه ديالو قبل ما ينتج. علاش درت العنب في الاول؟ قول له ما ديرش العنب راه خسر الملايين. دابا انت واشنو كتشوفي معايا؟ واش نعطيو له الماء ونغامروا بالمواطن؟ واش نغامروا بداك الفلاح ونمشيو للحيط؟ يعني الحلول كتبان صعيبه، كتبان صعيبه شويه. هذا هو المشكل، والمسؤولين محطوطين في النار يعني الصراحه. هذا هو المشكل. علاش قلت قبيل السلطات ما بين نارين، ما بين المواطن وما بين الفلاح، الا انه الفلاح عنده صفه كفلاح وصفه كمواطن. للاسف الشديد اكيد المعطيات اللي كتعطيها المؤسسات المسؤوله ما يمكنناش نغلطوهم فيها، لانهم عندنا فيهم كل ثقه اكيد. ولكن المشكل اللي كاين للاسف الشديد انه كيعيطوا لك بعض الفلاحه كيقول لك حنا طلبنا نشوفوا المسؤولين ما كيجلسوش معنا. حنا لحسن الحظ عندنا بالنسبه لزيو اقليم الناظور حنا المسؤولين راه كيجلسوا مع الفلاح كيسمعوا الفلاح، ولكن المشكل اللي كاين اما جهات اخرى راه ما كيجلسوش معهم الفلاحه، ما كيجلسوش معهم المسؤولين. اللي هنا حنا كمنتخبون خصنا نقوموا بالدور ديالنا انه نسمعوا عند الفلاح ونسمعوا عند السلطات ونكونوا صله الوصل باش نصحوا هذاك الغلط اللي كاين. ولكن ماشي هذا هو اللي كافي، اللي هو يمكن يعطي واحد النتيجه ايجابيه انهم المسؤولين بيدهم خصهم يجلسوا مع الفلاح. هنا بالضبط السيده النائبه، حنا شفنا بان المسؤولين جلسوا مع قائد ديال ولاد ستوت، عفوا الفلاحه جلسوا مع قائد ديال ولاد ستوت، جلسوا مع رئيس الدائره، وخلاص كيجلسوا تقريبا يوميا مع مدير التقسيمه ديال الفلاحه ديال زايو، جلسوا مع الكاتب العام، هذو كلهم مسؤولين. المديره ديال وكاله الحوض المائي وجلست معاهم، يعني شنو اللي واش ما كيعطيهمش معطيات تماك؟ ما كيتبادلوش تبادل؟ انا راه قلتها، حنا هنا الحمد لله السلطات قايمين بالدور ديالهم لا من القيد حتى للسيد العامل، كعماله كدائره كبشويه كقائد كيجلسوا مع الناس وكيمتصوا الغضب وكيسمعوا لهم. للاسف الشديد انا اتصلوا بيا فلاحين فلاحون اللي خارج الاقليم كيقول لك حنا لحد الساعه ما عندنا حتى شي معطيات، المسؤولين رفضوا يجلسوا معنا. المسؤولين اللي كنهضر على السلطات ديال خارج اقليم الناظور، على مسؤولين الفلاحه، وهذا على لسان الفلاحين اللي خارج من اقليم الناظور. ولكن اليوم الفلاح كيقول لك انا عندي معطيات يجلسوا معايا المسؤول، لان المسؤول الحقيقي باش يفسر لهم هاد الكميه اللي كتواجد في السدود وهاد الخطوره، انهم المسؤولين مثلا ديال مدير الاستثمار اللي الحمد لله كل ما كندقوا الباب ديالو الا وكيتجاوب معنا، وديال عاوتاني الحوض الماء انه تكون واحد اللجنه اللي كتكون من الفلاحه بحضور يمكن حنا كممثلين او حنا ما عندناش المشكل انهم يحضروا معهم، انهم يتناقشوا معهم في هاد الفكره، هاد اللي عند المعطيات اللي عند الفلاح، لان المعطيات اللي عند الفلاح اليوم كتعاكس مع المعطيات اللي كتعطي السلطه. الفلاح كيقول لك ها شنو كاين، السلطات المسؤولين كيقول لك ها شنو كاين، وخاصه مثلا المعطيات اللي عطاتني انا من جهه ديال الحوض الماء. اذا الفلاح خصو يقنعوا المسؤول اللي هو مسؤول على البراجات على السدود على المشكل ديال الازمه ديال الماء، حيت الفلاح الا جلس معاه وقنعه غادي يصحح له الا عنده غلط. أيه. أو يمكن الفلاح إذا عنده معطيات وكان واحد الغلط يمكن غادي يعطي معطيات اللي يصلح بها الغلط. لنفترض جدلا أنهم جلسوا وعطاهم معطيات اقتنع الفلاح، هذا حل في نهاية المطاف؟ هذا أكيد ماشي حل، ولكن غنمتصوا الغضب، حيت الفلاح دابا ملي كيقول لك أنا خصني المسؤول يجلس معايا، راه ملي كيهضر كيقولها ما كيقولهاش بواحد الهدوء، ما كيقولهاش وهو فرحان، كيقولها بالغضب. أسيدي حنا بغينا هاد المعطيات اللي عندنا يصحوها لنا المسؤولين، إذن هذا الفلاح طالب هادي غنمتصوا الغضب. الحلول يمكن غادي تكون من بعد الفلاح ما غادي تقتنع، لأن إلا ما قنعناش الفلاح اليوم حيت هو عنده معطيات يمكن
حقيقيه يمكن غلطه. أيه. لان انا ملي كنشوف مسؤولين ديال الحوض الماء كيعطوني معطيات واكيد انا كنائبه برلمانيه غنثق بهم، ولكن انا عندي واحد الدور خصني نقوم به كواجب لدوك الناس اللي داروا فيا الثقه اني نسمع المعطيات ديالهم، من حقي هذاك المعطيات. السيده النائبه الا سمحتي لي، باعتبارك راكي كتبعي هذا الملف وكتمشي يوميا مع الفلاحه وكتلاقي يوميا مع الفلاحه، شنو هي الخطوات اللي غادي دار في هذه اليومين ولا ثلاث ايام يعني، وشنو اللي راه كيروج غادي دار سواء على مستوى يعني المؤسسات الرسميه او على مستوى الفلاح؟ من ناحيه المسؤولين انهم اكيد كيديروا جميع الامكانيات باش يكون حل وسط اللي يرضيو به الجميع، لا الفلاح ولا المواطن، لان هذا الدور الحقيقي ديالهم، والحمد لله هذا الشيء اللي كيقوموا به تهم، يعني انا ما كنحملهمش المسؤوليه. ولكن الفلاح اليوم المعطيات اللي وصلتني واللي قالوها لي هما مباشره معطيات اللي كتخوف، حيت الفلاح دابا مادام عنده واحد الفكره في راسو انه الما كاين، انا ما يمكنليش نزولو له براسو، انا ما يمكنليش نقول لهم، حيت انا ما عنديش، انا حتى ولو غادي نجلس كنقول لهم انا المعطيات اللي تعطاتني، وهما كيقول لك حنا هاد المسؤولين ديال حوض الماء وديال الاستثمار الفلاحي يجلسوا معانا نعطيهم المعطيات اللي عندنا يقنعونا الا كنا حنا غالطين. اذا انا بالنسبه لي كحل اولي انهم نصحوا المعطيات اللي عند الفلاح. وكان شي لقاء مبرمج في هذا في الافق؟ ما كاينش برنامج اللي هو نقول لك كاين باش يجلسوا معهم، ولكن انا كان خصني التحق بالعمل ديالي. انا اليوم اجلت واتصلت بالحزب قالوا لي الاول الاهميه اللي كاينه دابا راه المشكل ديال الفلاحه، انا بالدور ديالي اللي كنقوم به الحمد لله مع الجميع وخاصه مع الفلاحه اللي لا السنه الماضيه ولا دابا كنتبع، انا من حقي غادي نوصل الرساله ديال الفلاح المسؤولين باش انا كنخلي المسؤوليه ديالي، لان الكلام اللي سمعته من عند الفلاحه لا يبشر، باش نقولها بصراحه لا يبشر بالخير، لان علاش ما كيبشر بالخير؟ لان الفلاح دابا راه منهار، راه غضبان، كيشوف راسو يحتضر، كيشوف راسو اما الحبس، كاين الحبس كاين الموت، عنده شيكان كان الشجره ديالو كيموت كيقول قبل ما نموت انا في شهر انا نفضل نموت دابا، لان واخا كنفهمو انا كاين فلاح اللي هضرت معاه ما تقبلش الكلام ديالي، لان من فعل من بعد جا عندي قال لي سمحي لي السيده النائبه ولكن انا عطيته حقه، حيت اذا كنت انا ما قديتش نقنعو بالمعطيات اللي عندي، اذا المسؤولين هما اللي خصهم يقنعوهم، هما اللي خصهم يجلسوا معاهم، هما هذيك الفكره اللي عندهم ديال المكاين طبعا. السيده النائبه يعني من خلال الكلام ديالك كيبان ان كاين ازمه تواصل، ما غاديش نقدروا نخبيوها، كاين ازمه تواصل حقيقيه اللي راها كاينه. بالمقابل السيده النائبه وباعتبارك يعني نائبه برلمانيه ممثله ديال الشعب ديال المواطن المغربي لسان ديال الشعب المغربي، الحاجه اللي خاصها توصل في الحقيقه، اللي خاصها توصل هو ان كنتكلموا على المسؤولين كيقوموا بمجهودات والله يحسن عوانهم، كنقوموا بفلاح الله يحسن عوانه مسكين راه استثمر واحد الفلوس اللي كبيره وراه خسر وراه مهدد بالسجن، قلنا مادام كما قلتي الراجل كيبكي راه مشكل راه مصيبه هذه، ولكن بالمقابل ما كنتكلموش على السبب الرئيسي اللي هو الحكومه المغربيه. دابا هذه الحكومه المغربيه كنتكلموا طبعا على الاستمراريه ديال المؤسسات تاع الحكومه المغربيه من 2008 الى اليوم، المخطط الاخضر السيده النائبه من 2008 الى اليوم 16 سنه، ابريل 2008 اليوم 16 سنه وشهرين حنا كنتكلموا على المخطط الاخضر وكنتبجحوا به، ولكن عندنا بعض المعطيات اللي خطيره في المغرب السيده النائبه، وهذه اللي خصها توصل. عندنا 10% من الفلاحين هما فلاحين كبار، وعندنا 90% فلاحين صغار، هذوك 10% ديال الفلاحين الكبار كيستغلوا 80% من الموارد المائيه في المغرب، وهذوك 90% من الفلاحين الصغار كيستغلوا 20% من الموارد المائيه ديال المغرب. هذا هو الخلل الكبير اللي خصو يتعالج. ما بقاش عندنا ديك الفلاحه المعيشيه، ما بقاش عندنا ديك الفلاحه اللي في صلب العينين ديالها ما هو اجتماعي، ولاو دابا حيتان كبار كيستغلوا الفلاحه كيستثمروا فيها كيصدروا غير هما. بكري كان كلشي كيصدر، كان فلاح مصبرك التشين ديالو كيوصل لباري ويوصل لندن ويوصل نيويورك ويوصل لطوكيو، دابا الفلاح ديال صبره التشين ديالو حدو الكلمات ديالو حدو بركان، الا وصل لبركان الا وصلت الغله الا وصلت الغله عاد. اذا هذه من الاشكاليات اللي ما كتناقش واللي هي اللي خصها تناقش. الارشاد الفلاحي، دور السلطات، دور التقسيمه ديال الفلاحه، خصها تجي تقول الفلاح الا بغى يغرس الشجره خصو تجي نديروا عليه لجنه،
علاش غادي تزيد ديك الشجره؟ توسيع السهل صبره فيه اختلالات كبيره. الا تكلمنا على السهل صبره، نهار تاسس السهل صبره تاسس ب 3800 هكتار، اليوم هو فيه 5760 هكتار رسميا، ورسم واعتقد ان الرقم اكثر. كاين اللي عنده جوج كتارات وراه عنده 30 كتار كيستغلها بوريه وكيستغلها بالماء السقوي. اذا هذه اختلالات حتى هي مساهم فيها حتى المواطن، مساهم فيها حتى الفلاح. اذا والفلاح شكون اللي يسمح له؟ السياسه الحكوميه اللي كاينه. ما يمكنش خصني نراقب الفلاح، راه الشجره الا زدتها راني كنزيد الماء. هذا هو اللي راه الا صدرت التين راني كنصدر الماء. هذا هو هذا هو الاشكال، هذا هو اللي بغيناكم تنقلوه سيد النائب يعني في الحقيقه. اكيد هنا كنرجعوا للسياسه الفلاحيه كما قلت، مخطط المغرب الاخضر اللي كنسمعوه منذ سنين، والكلام على المخطط المغرب الاخضر واللي كنسمعوه كاين واحد الافتخار بالمخطط المغرب الاخضر. أيه. اكيد حنا افتخرنا بالمخطط المغرب الاخضر، نتمنوا خير. و كان كاينه نتيجه ايجابيه، غنقولوا كان دار واحد، ولكن ما نساوش النتيجه انه ما كانش في الميدان، يعني ما استفدوش بها المواطنين. دائما كنقولوا المخطط المغرب الاخضر الحمد لله في كوفيد غطى الحياه المعيشيه للمغرب ولا خارج المغرب، ولكن كمواطن مغربي راه ما استفدش. ملي كنمشي للسوق انا وكنلقى مطيشه كتصدر لاوروبا وفي اوروبا غتشريها بواحد الثمن وفي المغرب كنشريها اغلى، اذا هنا المواطن المغربي ما استفدش. ملي كنجي انا كندير، وحنا كنا معروفين تبارك الله اقليم بركان، وهنا كنا معروفين بالتشين، كنا معروفين دائما كنا كنشوفوا لي كاميون كيمشيو على برا لان كانت الجوده ديالنا. اليوم الفلاح ديال الصبره ولا ديال بركان للاسف الشديد ولا كيترمى، شكون اللي كيستافد؟ كتستافد ديك 10% ديال الفلاحه الكبار اللي استولوا لا على الفرشه المائيه في الوطن، والاستولوا على جميع الخضر ولا الفواكه اللي للاسف حنا ما كنتبرعوش بها. نقولوا بالكلمه المغاربه ما كيتبرعوش بها، كل شيء كيمشي. شنو اللي هلك الارض؟ الفرشه المائيه. الفرشه المائيه المغرب الاخضر لان كان فيه تشجير ديال لافوكا وتشجير ديال لا ديال الدلاح ولا، اللي استهلكت الارض الفرشه المائيه ب 86%، واللي الماء ولينا كنصدروا خارج المغرب بجوج فاصله، يعني حنا كنا كنبيعوا الماء ديالنا. واللي لحد الساعه ملي كنمشيو للحقول ديال الفلاح الكبير ما كنلقاوش عنده المشكل ديال هذه الازمه اللي كنلقاو على الفلاح الصغير اللي هو كيشكل 90%، واللي هو اللي نقولوا راه كيوكل المواطن المغربي. اكيد لان المنتوج ديال الفلاح الصغير هو اللي كيمشي للسوق المحلي، هو اللي كيمشي. الا للاسف ما عادش نهضروا على التضارب ديال الاثمنه لان كاين كتعرفوا السماسره، ولكن ملي كنهضروا على السياسه الفلاحيه اللي خصنا واللي كنتمناو دابا راه كاين الجيل الاخضر اللي كنتمناو انه يتفادى المشاكل ديال المغرب الاخضر. وهنا الدور ديال الحكومه اللي اليوم خصها هنا تكون واقفه مع الفلاح والارشاد الفلاحي مع الفلاح الصغير، ولكن حتى مع الفلاح الكبير. الفلاح الكبير خصو يدير عقله خصو يدير عقله، وما خصنا ما يمكنش نسمحوا له ينتج اي واحد او شجره اي وحده. اذا الا حنا لافوكا الاخر خصها توقف، الا الدلاح خصها توقف. حقا صعيب كيقول لك حنا ماشي مراقبين، ولكن كل اقليم راه عارفين شكون اللي فيه، عندنا مؤسسات. ولكن السياسه والنتيجه اللي بغينا نفرحوا بها اكثر ديال المغرب الاخضر انه المغربي يمشي للسوق ويدي 100 درهم انه يجيب سله عامره، كما كنا كنعرفوا قبل كيمشي 50 درهم كيجيب السله وكيفرح وليداتو. اليوم 100 درهم راه كتشريو 2 كيلو ولا 3 كيلو من الحاجه ولا 4 من الاشكال ديال الخضره، لان ما فيش غلات الخضره غلات. والنهار اللي كيكون واحد التصدير اللي هو مرفوض لاسباب كيولي للسوق وكيطيح. وللاسف الشديد راه مؤخرا كانت التعليمات ديال الحكومه انه توقيف ديال مطيشه. اش كيدير الفلاح الكبير؟ كيدي مطيشه للسوق وكيشريها ويولي يصدرها. اذا فين هي هنا المراقبه؟ فين هو البرنامج الحقيقي ديال الفلاح الصغير بصفه عامه؟ اللي كنتمنوا مستقبلا الفلاح الصغير اللي كنعيشوا به حنا كمواطنين نعطيو له الاهميه. المشيه ديالو ماتت ما استفدش، ما كانش تعويض.
الاراضي والاشجار ديالو ماتو، ما كانش التعويض كما لاحظتوا اليوم كان عندنا الغلاء ديال العيد، لان الغلاء ديال العيد لو كان هذاك الفلاح اللي في الازمه ديال الجفاف والازمه اللي دازت ديال كوفيد والازمات استغل او تعطى له الدعم، ما كناش غادي نوصلوا هذا المشكل اللي وصلنا له دابا، اللي كنا كنصدروا الماشيه من برا وكان يعني كنكبروا داك اللي كيبيعوا في اسبانيا، لان راه دعمناهم هما، ما دعمناش المغرب، لان المغاربه راه مشاو للسوق ما لقاو حواله، لقاو النعاج لقاو الخروفه، نهضروا بواقع، وكاينين اللي جابوا الماشيه ديالهم اللي باقا بالعاده ما عاد غادي يبيعوها. يعني هنا كنقولوا كاين خص تكون واحد المراقبه، خصنا نحسوا بالفلاح الصغير، هذا الفلاح اللي اليوم كيبكي فين هو التفكير ديال المسؤولين؟ انا ما يمكنليش خصني يكون في الاعتبار انها غتكون واحد الازمه، إذن فين هو الحلول اللي لقيناها؟ كما لقينا الحلول الفلاح الكبار خاص بالفلاح الصغير. انا غير واحد الحاجه اللي بغيت نقولها، انا اتصلت حيت انا اليوم كنشوف حل المشكل ديال دابا، ولكن خصنا الحلول ديال المشكل ديال المستقبل، ديال المستقبل اللي اتصلت انا بالمدير العام اللي مسؤول على المسؤول في الوزاره، ناقشت معاه الحل ديال المستقبل باش ما نطيحوش كل مره كنبكيو. حنا خصنا التصفيه، الحلول ديال المشكل ديال الماء، واللي اقترحت انا واحد الحل ديال التصفيه ديال الواد الحار، واللي هذا المشروع راه كاين ولكن للاسف الشديد ما دخلاش فيه ولاد ستوت، واللي اليوم انا غادي نستنى السيد العامل باش هذا المشروع خصهم يدار كما طلبوا مني، طلب مني المدير العام يكون واحد الاجتماع ديال اللجنه باش يخرج هذا المشروع للوجود، خصو يتنزل، ماشي مشروع عندي انا في المدينه ديالي وفي الجامعه ديالي نبقى نستنى الوزاره، انا خص رؤساء الجامعات خصهم يتبعوا الملفات ديالهم، انا ما نستناش يعيطوا لي من الوزاره ولا من السلطات، خصني هذاك المشروع نجري موراه باش يخرج، لان راهم كيحل لي المشكل اللي عندي انا، مثلا كنهضر على زيو خص هذاك الملف دابا ملي كنقول لك اه كاين المشروع، ولكن المشروع خصو يخرج للوجود، ولاد ستوت ما كاينش في المشروع. دابا انا غنشوف مع السيد العامل، واللي السيد المدير قال لي شوف مع السيد العامل باش ندخلوا ولاد ستوت وندخلوا المناطق اللي هي مهمشه واللي ما عندهاش الماء، يعني خصنا الحلول ديال المستقبل، ماشي حتى تجي الازمه عاد نوضوا نتجارى، وراه سي تخو طا من ميت ميت كاع ما تبكي عليه، بكي عليا ملي يكون حي وفكر لي في الحلول كما كنفكروا في الحلول ديال المشاريع الكبرى وديال لا داعي نذكروا لان ماشي وقتهم ديال، ولكن اليوم خص المسؤولين يفكروا في الفلاح الصغير. احنا محتاجين الفلاح الصغير في المغرب، الفلاح الكبير محتاجين له، ولكن اللي كيستافدوا بالحياه المعيشيه كنستافدوا بالفلاح الصغير اللي كيمشي للسوق وكيبيع المنتوج ديالو في الاسواق المحليه. هذا الفلاح اللي اليوم كيبكي من حقه يبكي، والمسؤولين دابا ما بين راي كنقول انا الله يكون في عوانهم، ولكن خصنا حلول اللي ترضي الجميع، واللي بطبيعه الحال ما نديروش واحد الحل اللي غدا نبكيو موراه او يكون واحد الازمه. اللي كنتمنى انهم المسؤولين خاصه في الحوض الماء، المسؤولين اللي عارفين الماء في السدود شنو كاين، انهم يجلسوا مع ممثلين ديال الفلاحه باش يمتصوا الغضب ديالهم، باش يفهموا لهم الا عندهم شي غلط غادي يكون، لان اكيد الفلاح حتى هو راه غيتخوف على ولدو على بنتو على عائلتو على المواطن المغربي ديالو، الا شاف كاينه واحد الازمه غادي يطلب حلول اللي يمكن غير واحد النسبه في المية تنقدو، وما يمكنش ما غاديش يسمح انه غادي يشوف العائله ديالو واحد النهار غادي تموت بالجفاف حيت الماء ما كاينش، لانه هو كان اني واستفد، هو كيقول لك انا ماشي اناني، انا بغيت المغاربه بغيت الساكنه يشربوا الماء ولكن بغيت نتنقد، ولكن هاد الغلط خصهم يسمعوا لهم، خصهم يفسوا الغلط ديالهم، لان اليوم اللي سمعتو لا يبشر بالخير، وحنا ما كنتمناوش يكون واحد الصراع، لان حنا في واحد الموقع اللي هو حساس اللي ما بغيناش جهات اخرين يضحكوا علينا، ولكن فلاح الكلام اللي كيقولوا انا اللي تقال لي الكلام لا يبشر بالخير، واللي انا غادي نوصلوا المسؤولين باش انا نحيد المسؤوليه على ظهري، ونتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون النتيجه اللي غترضي الجميع، وشكرا.